رغم موت الكثير منها، إلا أن غالبية صغار الجاموس تنجو، ويبدو أن هناك حالة من التوازن قائمة في هذه الجزيرة الصغيرة. مع تزايد أعداد الجواميس سنوياً، فإنه لا توجد دلالات تشير إلى أن هذه المراعي الخصبة ستعاني. أصحاب السلطة في هذه الجزيرة هم ذكور أسود تسارو، إذ نادراً ما يترك الإخوة قطعان الجاموس تبتعد عن أنظارهم، حتى وإن كان ذلك يتطلب منهم السباحة عميقاً عبر المياه. نادراً ما يصطادون، حيث يتركون تلك المهمة للإناث. قد يظن المرء أن الليالي تصخب بمعارك دموية، لكن الغريب أن الأسود نادراً ما تصطاد تحت جنح الظلام في دوبا، وبالتالي الليل يشكل فرصة للقطيع للهرب إلى الجانب البعيد من الجزيرة أو عبور النهر إن أمكنهم ذلك في حال انخفض مستوى الفيضان. لكن الهرب من الأسود حتى عبر المياه العميقة، أولئك المطاردين الدؤوبين، هو أمر شبه مستحيل. هناك مزيد من الأسود بانتظارهم. الأسود أقل راحة.